زميلنا داوود بيعمل ايه؟ كان صنعته ايه يعني؟ ها؟ عداد يعني. مين اللي كان مشهور؟ عمل بلد. سيدنا عيسى عن ايه؟ سيدنا عيسى سيدنا سوري سيدنا نوح اللي عمل بلد. يبقى سيدنا زكريا النجار الروايه عليه. سيدنا داوود الحداد. وبعدين يعني نفس الحديث المهنة مش حرام. أنا بلم الزبالة أنا يعني مش عيب. راجل من المجتمع. أنا بغسل عربية مش عيب. أنا بعمل ميكانيكا مش عيب. أنا فلاح مش عيب. أنا بشيل حاجة عشان أبيعها مش عيب. أنا سواق مش عيب. أنا مدرس مش عيب. انا دكتور مش عيب. كل الحاجات دي مهن. فلا بد كل واحد فينا يكون عنده ايه؟ ها؟ مهنه تفيد المجتمع. انت عايز تبقى ايه مهنتك؟ دكتور ومين تاني؟ انا عايز ابقى دكتور. انا اخترت نظر ايه؟ ربنا يعني ايه؟ ننظف الشوارع. دي مهنه جميله جدا. انت عايز تبقى ايه؟ ها؟ انا وانت زبالين تعالوا مع بعض. ده هنسميها بقى فرقه الزبالين المتحدين. كده؟ زبال واحد ولا زبال اثنين. صح؟ فالمهنه عمرها ما كانت عيب. طالما شريفه وطالما انها ما بتعملش شيء حرام. اي مهنه تحب تكسب منها ممكن تكون متخرج من الجامعه من كليه هندسه او كليه الطب او كليه الزراعه وفي نفس الوقت قاعد منك مهنه اخرى. ساعات دلوقتي عشان الدخل يكون بسيط الانسان بيقضي وظيفته في الصباح يكون عنده مهنه ثانيه يكون عندك فيها ثالثه يعني هو بيخير خيار وهكذا الى اخره. فلازم تعرفها. طبعا ده مش ايام سيدنا داوود ده. ايام سيدنا داوود كان تحديد. ده كسب. تعلمه ازاي؟ السباكه مهنه بتكسب ذهب. مهنه بتكسب ايه؟ ذهب. بتكسب ايه؟ ذهب. والكهرباء مهنه بتكسب ذهب. صح؟ كان احد الاسباب اللي خلت الحكومه الالمانيه تقبل 900,000 او مليون نازح ولاجئ سنتين ان اصحاب المهن دول مش موجودين في اقل في المانيا. فاغلب السوريين اللي كانوا رايحين هناك اصحاب مهن حط عليهم عشان تخرج ابنك ده يقعد يتعلم 20 سنه في حكومه يكلفنا مليون او 2 جنيه عباره عن ايه؟ يحاول يرجعهم هم ياخدوه جاهز. وكان انت مع كل شاب راح لالمانيا في السويد انت كانك اديتهم مليون او 2 مليون جنيه. فالناس ما بتاخدش الناس تضايقوا كبنى كلاجين انت لانهم عندهم شيء يعطوه. عندهم ايه شيء يعطوه؟ ان احنا في برلين سنتين تقريبا سالنا السؤال ده. احنا عشان نجيب سباك او كهرباء نقعد نستنى اسبوعين. نستنى ايه اسبوعين. فلذلك كل المهن تخليك تكسب كسب شريف وحلال امتهنها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ الراعي غنى وكان تاجر. مش كان بيتاجر في خالص هندسه خليجه بتزرعنا سيدنا خليجه كان تاجرها وهكذا. فمفيش حد من الانبياء الا وكان عنده ايه؟ مهنه.
عايز تبقى نجار يبقى نجار، تبقى فلاح يبقى فلاح، تبقى حداد يبقى حداد، تبقى بتعمل سيوف تعمل سيوف وهكذا الى اخره. اوعى تقعد ايدك، يعني احنا عندنا مثل في مصر يقول لك الايد البطاله نكسر، يعني مش نظيفه. الايد العاليه احسن من الايد ايه؟ السفلى. الايد العليا اللي هي عندها مهنه بس انها تكسب وتساعد الناس. الايد السفلى تستجدي فلوس من الناس. اوعوا اوعى اوعى اوع. حذاري انك تكون ايدك عامله كده. ايدك عامله كده. ضعف. عشان محدش يكسر لك عين. محدش يقول لك كلمه تجرحك. وهتجرح ولادك وهتجرح امك وهتجرح ابوك. انا لابد ان نتكسب من المهن الشريفه اللي ربنا خلقها لينا دي كلها. وانا واثق انكم لو انتم اتفقتوا مع بعض ممكن تعملوا ورش مع بعض. واحد يشتغل في السباكه والتاني يشتغل في اللحام وكذا كذا. يبقى لك اوب يعني اوب اوب ولا بابا تعاونيات بس الكلام. وانا لو كان شعري لو كان شعرك انت زي شعري هتعمل الوصفه دي؟ لو بتاخد شعري وتديني شعرك؟ ها؟ وانت ايه رايك؟ عاجبني شعرك قوي بس انا شعري احلى. ايه رايك في شعري؟ قبلك في الكلام.